حبايبي متابعيني، طبعا ما احكي لكم عن جمال المكان، انا صديقاتي قاعدين دلحلي الاجواء ولا غلطه. احبكم متابعيني. بنات دعوا في الموبايلات، ايش بيكم ما شايفين غير طالعين نسولف؟ صار لك ساعه تصورين سبرتينا، نريد نتونس، نريد ناكل، نريد نشرب شيء، دكافي عوف التليفون. لك بابا دعوا فيها تصور. هسه احنا البنات شلون نسوق نفسنا؟ شلون؟ نصور، نوثق يومياتنا. هسه مثلا اني شافني، حبني، حبيته، انخطبنا، وظليت انزل وظليت اوثق يومياتي. وصار عافني. هسه وهذا هم اكل؟ انا مو قلت لكم ما نطلع؟ خلينا باقين بالبيت، شكو طالعين؟ هيك صرف فلوس على الخالي بلاش. ربي انا ليش عايشه ويا وحده ضايجه ووحده بس تنصح وحده بس تصور؟ هسه احنا منزلين حلاه، ليش ما نزلنا مي؟ تريدين تنزلين مي بمطعم؟ البطل بألف ونص. لا حبيبتي، شنو رايك ننزل بطل ونتقاسم اربعتنا؟ هيك يصرف لك. لا لا انا ما استنظف هالاشياء. طبعا حبايبي ما احكي لكم عن كواليس صداقتنا. ضحك ضحك. متواجدين ومستمتعين، مكانكم خالي الاجواء تجنن. طبعا ما اكره بهاي الدنيا بس شيء واحد، الكذب بالسوشيال ميديا. يشوفونا شيء وهم بالكواليس شيء ثاني. قبل لحظات شفت هذا الموقف. ما ينقص حبيبي الكريب، لا تعاندها، ترى هاي خبله، شلون ما تريد تقصك انقص. بنات عندي موضوع مهم، دا اقول عندي موضوع مهم. مو احنا لو نعوف الموبايلات شويه ونركز كان عرفنا شنو هو الموضوع. الموضوع المهم اريد تنصحوني بيه. دخلي هاي النصيحه، غير تفتهمين الموضوع بالاول يلا تنصحين. بس اسمعين نصيحتي. ما يخالف بنات، انا جتني فلوس واريد استثمرها، فاريد افكاركم. يمي تروحين تذوبين كل الفيلر اللي بوجهك وارجع طبيعيه، وتحقنين فيلر من جد وجديد على مزاجك. لا لا اني ما اريد اصرف فلوسي على التجميل صراحه. باعوا بنات، اهم فقره، اهم فقره، هذا الموضوع سري بيناتنا، ما اريد احد يعرف بيه انه انا جايتني فلوس. حبايبي متابعيني، طبعا اساور جايتها فلوس. قولي يا فلوس يا فلوس، لا اقول لك الموضوع سري. حل يمي ستار يا رب. تروحين دبي. دبي اكو هواي هناك منتجعات، مطاعم، اماكن ترفيهيه، تعرفين على صفحه اكو مطعم مال تكسير ام عين، تروحين تكسرين بهالام عين وترجعين لي ورا لحد ما تفرغين هيك اللي بداخلك وترجعين للعراق. يعني هن الفلوس حسبت ايش قد؟ 3 شدات. ولايه بطيخ على 1001 وبس، اشترك هسه.